بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية بحب أعرفك في الاسم كامل، مصطفى محمد مصطفى العفوري، دكتوراه في العلوم التربوية والرياضيات ومتخصص في التعلم الإلكتروني تحديدا. سنوات الخبرة نقدر نحكي يعني بعد 40 سنة خبرة بجوز الواحد بطل يحتاج عد، يعني تجاوزت 45 عام من الخبرة في المجال التعليمي والتدريسي المباشر وأيضا في الإدارة المدرسية. مادة الرياضيات يعني هي المتعة بالنسبة لي، سواء كانت أيام الدراسة المدرسية أو أيام دراسة الجامعة أو حتى طبعا في التعليم، هي الشغف الأساسي اللي أنا يعني بتعامل معه بغض النظر عن المهام الإدارية والمشاغل، إلا أنه الرياضيات هي نوع من المتعة والحياة بالنسبة لي. الحمد لله رب العالمين، منذ العام الأول لالتحاقي في سلك التعليم، منذ تخرجت من الجامعة في عام 1977، ويعني بنحمد ربنا عز وجل كثيرا بأني حققت نجاحات يعني كانت ملموسة على مستوى الوطن بصورة كاملة، وأفواجا بعد أفواج في كل عام يعني بتشرف بأنه بتخرجوا في الرياضيات من تحت إيدي، والغالبية العظمى منهم بكونوا من الناس الناجحين والمبدعين في حياتهم العلمية والعملية. يعني الرياضيات هي كالخبز والماء والهواء. يعني شوف، ما بتستطيع تتخيل شعور، مش الفرح، الشوق، يعني شعور لا يمكن وصفه من السعادة برؤية هؤلاء الخريجين وهم عم بيحتلوا مناصب سواء قيادية أكاديمية تربوية في شتى مناحي الحياة. يعني خريج التوجيه يعني هو يتجه إلى مسارات متعددة ومتنوعة، وبتشوف نجاحات حقيقة يعني شيء الواحد بيفتخر فيه، وخاصة يعني احنا بننسى مين هم. بكبر الإنسان بننسى الأسماء وبننسى الأشكال أو ما بنعرفها بتتغير، ولكن شعور السعادة والفخر والفرح الشديدين لما بيجي هو هذا الشخص اللي وصل لمرتبة مميزة سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى الحياتي العملي، يجي بيحكي لك والله أنت درستني وأنا مدين لك. يا الله، لا يمكن وصف هذه المشاعر ولا يمكن أن يشعر بها إلا من تمثل بها من زملائي ورفاق دربي من المعلمين اللي رافقوني خلال هذه المسيرة. وبرضه طبعا الطالب اللي وهو طالع من الامتحان شعوره بالإنجاز، شعوره بالفرحة العميقة بأنه كان في مادة صعبة زي الرياضيات يخشاها ويخشى أن لا يتمكن من إحراز علامة مميزة فيها، لما بيطلع من الامتحان مرتاح مبسوط وبتصل الفرحة لا تسع من أنه هو أنجز شيء كان يعتقد أنه من المستحيلات بالنسبة له. أيضا أنا تنتاب من نفس هذه المشاعر تماما بالفخر فيما أنجزت وفي هذا الطالب والإنجاز اللي تحقق. شوف حقيقة يعني أي معلم في أي مادة كانت إذا ما كان بيحضر وبيعيد تاريخه كل عام بعامه هو سينقرض في النهاية. هلا لا يعني انه في منهاج جديد معناها انا في طور اعداد دوسية جديدة وافكار جديدة، هذا اكيد حتى لو ما كان فيه، كل شيء يجب ان يكون جديد، وهذه من السمات اللي اعتقد انها يجب ان تتوفر في كل معلم. انا كنت في كل سنة اجدد الدوسيات، اطورها، اضيف عليها، اشيل منها، احسن فيها حتى تلبي حاجات الطلاب من منظوري. فكيف وإحنا مع منهاج جديد؟ بالتأكيد أنا صار لي منكب لغاية الآن على الوحدة الأولى مدة شهر ونص، على الوحدة الأولى فقط، وهي أسهل الوحدات الثلاثة المطلوبة، هي وحدة التفاضل ووحدة إحنا أصلا خبراء فيها.
في التحضير والتبديل والتغيير والكتابة وإعادة الكتابة والتعمق فيها حتى يستطيع الطالب أن يلبي كل رغباته وكل حاجاته في كل وحدة من وحدات الكتاب المقرر في امتحان الثانوية العامة. فإن شاء الله راح تطلع دوسية أو كتاب مميز، بل وأستطيع القول أنه مميز جدا، مع مراعاة شغلة أنه صحيح تغيرت المناهج بس لسه الإطار العام للتفاضل وتطبيقات التفاضل والتكامل والتطبيقات موجودة، وباقي المادة درسناها، وهذا يعني أنه يجب بذل جهد مميز حتى تخرج بمستوى يليق باللي كتبها ويتناسب مع حاجات الطلاب والمناهج الجديدة. هلأ خطة المناهج الجديد يعني هي خطة خلينا نحكي متكررة سنويا، تبدأ بإعداد الطلاب علميا واستعدادا بالمواضيع اللي درسوها في السنوات السابقة. ما بعتمد على أنه هو درس أو ما درس، درست أو ما درست، هم بالنسبة لي سيئان، لأنه بعيد هاي المادة بالنسبة لهم بطريقة أصقل فيها شخصيتي معهم، أعمل نوع من الانسجام والاندماج الروحي والعقلي مع هؤلاء الطلاب اللي بيكونوا جايين جدد علي. نرجع المادة القديمة اللي أخذوها بالتفاصيل المملة حتى قد نصل إلى صفوف دنيا، بعدين شوي شوي نصير ندخل على مادة التوجيهي 2005 الجديدة مع إضافات وتطوير لما كان سابقا ولما هو حديثا، وللكتاب الجديد اللي راح يكون بين إيدين الطلاب. طبيعي طالب الأونلاين يعتقد كثير من الناس أنه يعني يختلف عن طالب الوجاهي، أبدا هما نفس الشيء، هما وجهان لعملة واحدة، يعني اثنين بدنا ننجز احنا ونحضر المادة كاملة معهم. اللهم طالب الوجاهي تتاح له الفرصة بأن يحضر ويسأل مباشرة ويسمع الإجابة مباشرة ثم يعيد المادة. طالب المسجل إذا كانت عنده نفس العزيمة يستطيع أن يحضر المادة، يرسل أسئلته ويسمع الإجابة عليها طالما أمكن في الحصة التفاعلية أو في الحصة المسجلة الثانية اللي بتنزل له. يعني هذا عنده فرصة الإعادة وهذا عنده فرصة الإعادة، بس واحد عنده فرصة الإعادة الفورية، واحد عنده فرصة الإعادة اللي بنصحه بعد يوم ويومين وثلاثة. طلاب اللي سكروا العلامات الكاملة في المادة يعني بلا مبالغة لا يمكن عدهم، بلا مبالغة لا يمكن عدهم عبر السنوات الماضية. يعني كان أعداد ما شاء الله، يعني ربنا يحميهم ويأخذ بيدهم جميعا. هلأ مواليد 2005 هم زي مواليد 2004 و2003 و2002، هم طلاب توجيهي بالنتيجة، ولكن لأنه اختلف المنهاج بالنسبة لهم تبع التوجيهي بدت وكأنهم إشي جديد. هم مش إشي جديد، هم نفس القديم، نفس المشاعر، نفس العقلية، نفس الاستعدادات، نفس الحاجات، نفس الرغبات، حتى نفس مستوى المادة، إنما إعادة صياغة للمادة، إعادة قولبة لها بطريقة مش نمطية تقليدية، بطريقة جديدة، بطريقة حديثة، بطريقة ممتعة وجيدة جدا. خطة معهم راح تكون ببساطة متناهية، إنه نبدأ به الأساسيات اللي محتاجها، مثلا النهايات للتوجيه العلمي، شوي صغيرة مثال أو مثالين على الاتصال، بعدين بنفوت على المشتقات، نبلش بتعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق وهكذا، وشو في إضافات صارت في التوجيه بنضيفها لهاي الفقرة. المادة راح تكون ممتعة جدا، صحيح منهاج جديد، بس يعني شو هم أخذوا المنهاج التأسيسي ولو بالأول ثانوي، وأخذوا المنهاج التأسيسي أيضا بالعاشر. إحنا قضية المعدلات والعلامات في العاشر هي غير حقيقية، لأنه المعدل أو العلامة في العاشر يجب أن تجمع مع الشق الثاني منها بالفصل الثاني حتى يطلع بالنتيجة النهائية لهذا الطالب. يعني في الختام أنا بحب أوجه نصيحة من ثلاث بنود. البند الأول، متى ما وضعنا أقدامنا على أول طريق الرياضيات في التوجيه لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن نتوقف، مش نتراجع، نتوقف، لأن التوقف يعني انهيار المنظومة الفكرية اللي احنا بحاجة إلى بنائها. الشيء الثاني، بحتاج طالب التوجيه لشيء واحد، العزيمة والإصرار، ويطبق المثل الإنجليزي اللي بحكي if you have the will you have the way، العزيمة والإصرار. بتشوف هذا الطالب تجاوز
المحنة اللي كان فيها، جاب علامة بالفصل الأول، بالفصل الثاني استطاع أن يدخل إلى مصاف الكبار. والنصيحة والملاحظة الثالثة، عليكم بالانتشار وليس التكرار. الانتشار 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 وليس التكرار. ما بروح أنا بمسك 15 دوسية وبحلهم، دوسية واحدة 10 مرات تسد عن 15 انتشار. إن شاء الله رب العالمين الله يوفق جميع الطلاب والطالبات ويحرز العلامات اللي بيستحقوها.